منطقة المفقر هذه الخربي معايشين حياتهم اليومية أو حياتهم الزمنية كلها على تربية المواشي وعلى الفلحة. هذه فلحة يعني إحنا ناس فلاحين، وبغض النظر احنا احيانا بقول لك بدو، لكن احنا مش بدو، احنا فلاحين وامتدادنا بكون بيطة. احنا مولودين هنا قبل الاحتلال، قبل الاحتلال الاسرائيلي، وانا مواليد لهذه المنطقه قبل الاحتلال الاسرائيلي. فاحنا وجودنا هان هو تثبيت لاراضينا، وقديش في مغريات وفي اشياء مشان هيك ما احنا متركين ارضنا. واحنا اليوم عايشين بغض النظر يعني شوف في العيش اللي احنا فيها، لا مي ولا كهرباء ولا طرق معبدي ولا اي حاجه، وبرغم ضغوطات الاسرائيل لان احنا شوكي في حركه الاسرائيل. يهدف مشروع تعزيز الديمقراطية والنشاط الاقتصادي إلى تقوية وتعزيز منظمات المجتمع المدني أو المحلي الفلسطينية إداريا واقتصاديا من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات. يقولوا لي بشاور الغرب أول شيء الكهرباء. كهرباء وطريق وعلى. يا بابا يا ما والله بنتعذب من بس الثلاجة في رمضان. قرب من الشنهات وفي الليل طلعت والله صدقني حامل وحمل وبعدين وقول قالوا ضباع وقلت كنا ضباع وبنطيب. انتوا وين يعني بتروحوا تتعالجوا؟ بروح جنب اكثر شيء جنب عيادة جنب. والله يا خيت كيف بدي اكثر من ساعتين يمكن ساعه ونص معي. ينفذ هذا المشروع من خلال منظمة العمل ضد الجوع ACF وشركائها المحليين، مركز أبحاث الأراضي LLRC وأدوار للتغيير الاجتماعي أدوار، بالتعاون مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة ووزارة العمل، تمويل من الاتحاد الأوروبي. هذا الصنف من المشاريع يختص في المناطق المصنفة جيم وللمناطق البدوية، كان لابد من تقوية وجودهم في مناطقهم من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين وضع المدارس ووضع العيادات الصحية، تحسين الطرق، المياه، المحطات الكهرباء للطاقة الشمسية. ثم كان لابد أيضا من تقوية دور النساء من خلال النساء البدويات من خلال بعض المشاريع الإنتاجية التي تتناسب مع ظروفهم وبيئتهم، وأيضا لابد من التدريب وتمكين النساء من خلال تعريفهم على حقوق المرأة وكيفية التعامل معها وعلى تطوير الأوضاع الاجتماعية فيها. دور أدوار ساهمنا في إنها مؤسسة النوع الاجتماعي اللي هو الجندر من ستريمينج في داخل هاي الجمعيات، لحتى تصبح هاي الجمعيات قادرة على إنها تعمل على تعزيز مشاركة النساء من ناحية السياسات والإجراءات، وفي نفس الوقت من ناحية البرامج. وهي أنا بعتبرها لأول مرة إنه أصبحت النساء أكثر تواجداً في هاي الجمعيات. ليش؟ لأنها كانت في السابق هي جمعيات ذكورية بامتياز من ناحية السياسات ومن ناحية البرامج. المشروع الثاني مشروع اللي هو جمعية سوسي تعاونية، قاموا بإنشاء براكس اللي هو اللي قاعدين فيه حاليا اللي تسمين الخراف، وزودونا بالأعلاف وزودونا ببلات القش، وطبعا احنا شرينا الخرفان مساهمة من أعضاء الجمعية، وها احنا شغالين فيه وإن شاء الله إنه بنجح وبكون مردوده على الجمعية بكل خير. طبعا احنا مركز الاتحاد الشبابي في عم الخير وخشم الدرج، هذا مركز شبابي طبعا يهتم بشريحة الشباب. من الاهداف اللي نقوم بها احنا كمركز شبابي تنمية الشباب واستثمار وقت فراغهم، الاعمال التطوعية، طبعا نستهدف طلاب الخريجين من خلال توفير فرص عمل للخريجين، وايضا الحد من ظاهرة التسرب في المدارس، دعم طلاب التوجيه. نقول يعني نستخدم او نستهدف مجموعة الشباب في المجتمع البدوي، وهي يعني اغلب المجتمع البدوي هو مجتمع شاب. من خلال مشاريع ACF في هالمنطقة هي بتساعد على تثبيت السكان في سوسي من خلال المدرسة، يعني كان هناك تسرب، كان هناك عائلات ما بتقدر تستمر في العيش في سوسي لأنها بتطلب التعليم لأبنائها، لازم تنتقل ليطا. اليوم في مدرسة في سوسي، من خلال هاي المدرسة في عملية صمود وثبات للناس في هاي في منطقة سوسي، من خلال كانت في طرقات وعرة وطرقات التفافية، اليوم من خلال الطرقات اللي بتعملها الاس اف اللي بتكون اسهل الوصول لسوسي
وبتساعد المجتمع المحلي حتى اللي ساكن في سوسي واللي له أراضي حول سوسي إنه يجي ويشتغل في أرضه.